السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تامر من الصف الثالث. وأنا كريم من الصف الثالث. رمضان كريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه من صام